يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 35، الصغرى 21، الإسكندرية 33-18، مطروح 34-20، بورسعيد 28-18، الإسماعيلية 36-20. ننتقل إلى السويس 35-20، العريش 29-18، طابة 33-22، شرم الشيخ 36-25، والغردقة 35-24. أما في الأقصر فالعظمى 42، الصغرى 24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 40-24، شلاتين 37-24، وأخيرا حلايب 35-25. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.